الملاحظ أن الذي يتعامل مع الله جل وعلا في القيام هو القلب وليس البدن، وليس البدن. ما تقول هذا شيخ كبير ما يستطيع القيام، وهذا شاب نمسه الليلة نعوده على ونمرنه على طول القيام، لا، الذي تعامل مع الله جل وعلا هو القلب. أنا أدركت شيخا جاز المئة، جاز المئة، ويصلي صلاة التهجد خلف شخص قراءته غير مشجعة، يعني صوته غير مشجع، فلما صلى في ليلة من الليالي وقد اعتاد أن يصلي في كل تسليمة بجزء من القرآن خفف في التسليمة الأخيرة. لماذا؟ لأنه سمع مسجد يؤذن، والعادة أنه إذا سمع الأذان معناه أن المسجد انتهى من الصلاة، فظن أنه تأخر، فلما سلم هذا الإمام اتجه إليه هذا الشيخ الكبير باللوم، اسمه عبد الله هذا الإمام، يقول: يا عبد الله، لما جاء وقت اللزوم ضيعت صلاتنا. وتجد الشاب بنظر الساعة، وإذا سجد الإمام قال: الحمد لله راح ركعة، إذا سلم قال: الحمد لله تسليم، انتهينا، ما بقي إلا القليل. وهو شاب يبي يطلع ويقف عند باب المسجد ساعة يسولف. فالذي يتعامل حقيقة القلب وليس البدن، فعلى الإنسان أن يلاحظ هذه الأمور، والله المستعان.